السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. بالنسبه ليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا واحد الفكره جديده اللي غادي نقترحها عليكم، وربما تعجب بزاف ديال السيدات ولا بزاف ديال البنات اللي كتستعمل هكا في البينوار ولا حتى في المونطو ديال الخريج ولا اي حاجه، اللي هي مثلا يكون عندك بينوار هكا ديجا مستعمل اولا ديال داك العام، وتعاودي هذا العام هذا تجبديه ثاني حوايج البرد كما تنجبدوهم دائما، تعاودي ديري ليه ثاني الفورير بحال هكا. غادي نشوفوا معايا ان شاء الله في هذا الفيديو كيفاش كيركب هذا الفورير وكيفاش غادي نلصقو في الكول وحتى في الكميمات، كيجي بحال هكا وهنايا في الكول كامل في الكول شعر. هذا الفيديو هذا راه ديجا شفتوه معايا الفصاله ديال هذا البينوار، وحطيت لكم الخياطه ديالو حتى هي. هاد الفيديو هذا غنوريكم عاد كيفاش كيركب الفورير فوق من البينوار، واخا يكون يعني هذا ماشي مخيط معاه نيشان، يعني عندك بينوار مستعمل غتاخدي ولا شريتيه مثلا جديد وما فيهش الفورير بغيتي تركبي ليه الفورير غادي تركبيه بالطريقه اللي غنوريكم دابا. وهاد الفكره هذه كما قلت لكم تجي في الجاكيطه في المونطو في اي حاجه تقدروا تخدموا بنفس الطريقه هذه، تاخدوا هاد الفورير هذا كما قلت لكم كناخذ الطرف يمكن فيه شي متر ونص شي 20 درهم بحال هكا. خدمت لي هذا الكول كما شفتوا هو كبير، يعني كل شال كامل والكميمات حتى هما كيجيو على هذا الشكل. المهم تبعوا الفيديو حتى الاخر وغتشوفوا الطريقه كيفاش ركبت هذا، راه ساهل ساهل بزاف، وكيفاش ركبته حتى في الكميمات وفرجه ممتعه. المهم دابا غادي نبداو الخياطه ديالو، بشوفوها هذا هو الكول شال من هنا كيبدا، وهذا الباندا اللي فيها لو غلي لتحت ها هو البول شال هو هذا. غادي ناخذ هاد الفورير هذا كما شفتوا، غادي نحط هكا الوجه ديال الفورير مع الظهر ديال الثوب باش ملي نقلب يجيني بحال هكا، يجيني على على المونطونيشن بحال هكا، كيجي بحال هكا على الوجه ديالو. المهم غادي نبدا دابا غادي نخدم هكا باش ملي نسالي نقلبو الخياطه تبقى ليا مفينه ما تجيش الخياطه باينه. نبدا بسم الله. هنا دابا عندي هاد الشغلات اللي كنخدم فيه، غادي نرخف الصباط شويه من هنا بحال اللي تنقول لكم دائما باش الصباط يتهز شويه ما يبقاش يحك لي الثوب مع الصباط. الخياطه هذه الاولى اللي درت بحال هكا وما نجبدش بزاف باش ما يخرجش ليا الكول مشرب. غادا بي بحال هكا الدورة كاملة ديال الكول، ها هو الكول شال ها هو الفوري باش من سالي سد عليه بحال هكا وغادي يعطيني شكل واحد. المهم بقى معايا باش نشوف الشكل ديالو كيفاش غايجي. وكما قلت لكم ان شاء الله غنلقى شي وقيته ناخذ هكا ثاني شي توب ديال البينوار ونصوب لكم البينوارات بالطونتيل كيطلعوا فنين حتى هما زوينين. اللهم تخيطيه بيدك حسن ما تشريه طالع، حتى الحاجه اللي خيطيها بيدك تجي زوينه وكتجي حلوه في اللفه. من الاحسن تخيطوهم راسكم وشي حاجه يعني زوينه دوك اللي تحطوا في الفيسبوك اللي كيتباعوا جاهز. هذا عاد ديروا معاه الخاطر مع داك الزغب ديال الفورير كيطلع وكيشد هنا في الصبار كيدور على الصبار، يعني عاد بشويه حتى تكمل. صافي انا غنكمل نخرج حتى لهنايا ونرجع معكم باش نشوف كيفاش غادي نعاود ثاني. المهم دابا كما شفتوا لاقيت ركبت هذا كامل هنا، دابا من بعد شنو غندير؟ غادي نحط هكا على الكول على الكول شال باش يعطيني هذا الشكل هذا، ومن بعد دابا غنشوفوا غندير مع هاد الزغبات كيبقاو يدوروا بين الصبار. وعاد بشويه البنات ملي تخدموا الفورير بشويه يعني سيروا عاد بشويه
هذا هو الشو كيفاش جا من هنا كيجي من فيني. دابا غادي نشوفو تاني هنا، غنحاول نحيد بحال هكا ولا نخيط من اللور كاع، ودوك الزهبات راه تيبقاو باين. غادي يجي هنا على هاد الشكل، غيجي بحال هكا. انا غنستعلي غادي نفيني ولا نقدر نخليه بحال هكا نيت ونخدم عليه عادي. المهم نقادو وهنا معاك. المهم دابا كيما شفتو درت الجهه الاولى صافي، غير قلبتو على الوجه وعاود تبت خياطه ثانيه هي فين تتبان ليكم. كيجي على هذا الشكل بحال هكا، كيجي زوين في الصراحه. دابا غادي نفيني هذا اللي بقى ليا، غادي نفيني هاد الفورير اللي بقى هنا. باش نخدم به حتى هو التقميمات. صافي الجهة الاخرى ثانية نفيني ليها هاد الفيه هادي ديالها. صافي باش كتجي الخدمه ديالو فيني. انا نعاود نلبسو الماكا باش يبان لكم الشكل ديالو، هنا فوق الماكينه ما غادي يبان لكم والو. بالنسبه لطريقه التركاب ديال الكمام، ها هو الكم هنايا مسدود عادي يعني مخدوم عادي. غادي ناخذ الفورير غنحطو بحال هكا، نخليها تجي فين غندير التلاقيه، ندير بحال هكا ونحيد هاد الزغب ديال الفورير، نحيدو بحال هكا باش ما تهبطوش ليا الماكينه بالخياط، ونخيط باش ملي نسالي هذا باش غنسرع. ها نتوما كنحط حلقه ونخدم كيما شفتو، هاد الزغب هذا كنحيدو باش نحاول نخدم غير على الثوب اللي في الفوري. هذا كنحطو لتحت حيت الا خيطتي عليه ما غيعطيكش داك الشكل ديال الزغب، بحال غتابليكيه بالماكينه ما غاديش يبقى طالع. نفس الطريقه ديروه لكم الاخر حتى هو. شوف الماكينه اش درت لها، ما حليت لي بوين بزاف باش حتى لما جاش نفتق هانتوما بحال هكا، ونعاود نهبط هاد الشعر هذا بحال هكا على الكم. هانتوما دابا الخياطه ما بيناش، غنعاود عاوتاني الثانيه حتى هي بحال هكا. حتى هي غادي نخيط من هنا ونحطها وندوز عليها بحال هكا من الفوق، ونحيد بحال هكا هاد الشعيرات ديالي. نخشي عاوتاني في الماكينه من هنا باش نقاد هذا. بالنسبه لهاد الشياطه اللي غتبقى لكم هنا فيني هو بحال هكا، غتقلبي ولاقي الفورين من صافي نقطع هادشي اللي زايد. صافي كيجي على هاد الشكل، هاهي التلاقيه كتجي نقيه فيني و حتى حاجه ما باين. دابا غادي نخشيه في الماكينه، نحاولوا مع هذا الغولد هذا غير بشويه باش نشوف من الاحسن يتقلب الفورير هكا باش ما يبقاش يشد في الصباط. ماشي باش قلبته صافي، نخدم عاوتاني على الحاشيه الجهه الاخرى، نحيد بحال هكا هاد الزغب ديالو ونسرح الثوب مزيان. بغيتو نتوما تصغروا صغروا على بالنسبه للعبار. صافي كيجي على هذا الشكل، هذا الكميم ديالو
هذا اللي بغيتو ديروه حتى في المونطو ولا اي حاجه بغيتو ديروه راه تيجي بالبركه تجي زوينه. المهم دابا غادي نلبسو المونيكا باش نشوفو كيفاش جا كامل، وكنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان طريقه الخياطه ديالها.